النور، مهد العلم والحكمة، مهد ثورات التحرير. من هنا نحن ننادي العالم الإسلامي كله بأن ينهض وأن تتجمع قواه وطاقاته. وكني نفسي صراحة الدين يحددون بأنفسهم ولقومة معهم الأقصى، وهم يعلمون أن شعبنا بالذنب الإسلام وجاهل شعوبنا العربية والإسلامية. إذا كان صلاح الدين مات سيكون صلاح الدين يولد من جديد. فهذه الوقفة من شيخ الأزهر، من فضيلة شيخ الأزهر، دعوة للأمة الإسلامية أن توحد جهودها وأن تلملم شملها ونصر قضيتها الأولى وهي الأقصى المبارك. حاجات شرفنا احنا المصريين، لأن دي شغلنا كلنا كمسلمين. احنا دلوقتي حررنا بلدنا، عايزين نحارب فلسطين. طب انت ايه رايك اللي بيحصل في التحرير هنا، ولا كان المفروض يعملوا الاقصى ولا يعملوا الموضوع؟ والله بلدنا احسن يعني، عايزين نحارب بلدنا الاقصى. وبعدين بص بلد يا ابن الدين، لابد ان تتجمع